لا رجب يا حبيبي يمين شويه. اهو يمين اهو. يمين شويه حلوين. اهو شمال بقى. ماشي يا مساتر اهو. يا ابني تهبل يا ابني، شمال مش قوي كده. اهو حاضر. فوق بقى حته. ايوه جرى ايه بقى يا مساتر؟ ما ترسى على بر بقى يمين ولا شمال؟ انت بتزعقلي يا ابني ولا ايه؟ ما تركبها وخلاص. اهو اهو اهو. انت عبيط يا ابني، اللوحه وقعت في الزباله. هي مكانها في الزباله اساسا يا مستر وسيم. انا ماشي. استنى يا ابني انت هنا، زبالتي يا ابني؟ ده فن تجريبي. لا مش فن تجريبي، انت قلت ده فن كخ. اهو الحمار فهم وانت لا. اسمع يا جميل، انا عايز الناس هنا تشوف الجمال وتحس بيه. انا عايز اي حد ماشي في الفندق يحس في كل خطوه ان فيها جمال. اتفضل. ادي جمال الحرامي لبسها في دماغك. هو يا مستر وسيم جمال ايه اللي يحسوا بيه؟ ده احنا في وسط وحوش بيشتموا ما بيرحموش، ده احنا لابسين خيوط عشان ننتهي شرهم. اتفضل اتفضل انت رجب. اتفضل يا رجب. لا لا يا جميل، لا ما هو مش لدرجه اللي انت تضحك رجب علينا يا جميل. لو سمحت ما تزعليش تاني قدام رجب عشان ممكن ازعل. انا عندي شويه طاقه سلبيه والله العظيم لو طلع ده والله. انت برضو ما تعملش افعال تخليني اشتمك برضو وهزقك كده. انا ما... لا 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 واسيبه ده ما بتعيطش. ابوس ايدك ابوس كده. ده احنا في وسط وحوش، لو مسكوا علينا حاجه والله ما هيسيبوها. عايزهم يقولوا عليك عيوطه. بس ده موضوع نسرين، ده ضغط عليا قوي. انا معاك ان موضوع نسرين ده موضوع غريب ومريب، بس احنا ناخد الموضوع من الجانب الايجابي. هي كسبت وكسبتنا. انت افروديت يابا. افروديت ايه ده؟ افروديت افروديت بتاعت مازنجر دي مراتي يا جميل. ما تتكلم كويس، امسك نفسك بقى عشان الحاجه روحيه جايه. ها انا شامم ريحتها. اوعى تهزني قدامها، تعرف ان ليا برستيج هنا. ها اوعى. الحاجه روحيه يا مستر وسيم. خير يا قلبي. رجب قال انك عايزني. انا حاجه؟ لا طبعا ده كداب. طبعا كداب. ايه انت قايل له انده فعلا؟ ايوه حاجه روحيه. انا ملاحظ ان الغدا عندنا في الفندق هنا بقاله كام يوم ثابت، فول نابت. حلوه دي. ايه مالك الحله مليان ايه؟ ارميهم؟ لا يا حبيبتي نرميها ايه؟ انا مش قصدي كده يا ست الكل. معقوله نرميها؟ انا قصدي تعمل لنا جنبه يعني حاجه، معلش يعني نجريسكو، اسكالوب، بيكاتا، مشروم. ده عندها الكلام ده. عندها؟ طب اتفضلي يا حاجه روحيه واحنا هنجيب احنا من عندها. اتفضلي. حضني قوي يا جميل، حضني قوي. لا لا الا دموعك انت. افتكر احنا جامدين قوي 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 قوي. تعالى خش معايا جوه في المكتب. يلا يلا يلا. تاني نوع من المراقبين هو المراقب الرادار. وانا ليه بسميه الرادار؟ لان هو عنده الموهبه ان يلقطك بطرف عينه مع انه مش باصص لك. يعني تلاقيه مثلا باصص للراجل ده، انما هو بيراقب الراجل ده. قفشتك يا كلب. النوع ده عايز تعامل خاص، لازم تشتت تركيزه باي شكل. وفي كذا طريقه تشتت بيها تركيزه. يعني ممكن الريحه، لو انت فطران بسطر مع الصبح مش هيستجري يقرب لك. ممكن باللبس، يعني لو انت عندك قميص زي ده الكروهات الكتير دي اللي بيجيب استجماتيزم في العين ده، لو انت لابسه هيبقى مفيد جدا في الغش. المراقب هيتفادى باي شكل ان هو يبص لك. كمسه يا مستر مازو، كمسه. في ايه؟ الحق مازو، كل شيء اتهد. البنت تهاني هتترمل، ساعدونا هتتشرب. خلاص يا ساعدون بقى، كفايه تصعيد. ممكن يكون تفتيش عادي وخلاص. لا لا لا، دول مباحث واقفين بالشارع وبيسالوا كل حد رايح فين وجاي منين. انا هرمي نفسي من الشباك. اسكت بقى، خليني اعرف اتصرف. اطلع يا عصفورة، عطلوا بأي شكل على ما اطلع. اسمعوني، المكان ده ليه فضل على واحد واحد منكم. انا ما قصرتش معاكم في حاجة، براشيم وعملت لكم، غش وعلمتكم، تسريبات امتحانات وسربت لكم، وجي الوقت ان انتوا تردوا الدين للمكان ده. ودي يا فندم كل تصاريح المكان ومختومة من الوزارة على فكرة، وده وصل النور لو احتاجته حضرتك. ايه بس التراخيص دي بدار ايتام، واليافطه اللي بره مكتوب عليها سنتر تعليمي. ما انا عامل حسابي على الموضوع ده. انا ما رضيتش اكتب ان هو دار ايتام عشان مش طول الوقت نبقى قايلين للايتام ان هم أيتام. يعني مش حلو نقعد نعايرهم كل شويه، فكتبتها سنتر تعليمي من باب التجميل. يعني فين بقى الولاد الايتام دول؟ ايتام ايه اللي انت تسال عليهم؟ الايتام بتوع السنتر بتوع الدار. لا موجودين جوه. فين؟ اتفضل اتفضل. وكان سنة 1932 الأستاذ الفنان حمام الدين حسين يتقاضى أجر عن الفيلم الواحد 5 جنيه بدون وجبات طعام. ليه؟ عشان السبك ساعتها كان بيزعق. اتفضل اتفضل يا فندم. اتفضل اتفضل. ضيوف شحتفة. أهلا أهلا أهلا.
بابا مازو، بابا مازو احنا مش هنتعشى؟ هنتعشى يا حبيبي، بس اول ما عمو الظابط يمشي على طول. بابا مازو معاد الحقنة. حقنة؟ حقنة ايه؟ حقنة تطعيم يعني، تطعيم حقنة. يلا يخرب بتخرج على النص دي. تصعب عليك، تصعب عليك، انت صعب عليك بالنضار اللي انت لابسها. تكتهتش. انا اسف للسؤال، هو مش عمرهم كبيرة شوية على الدور؟ فعلا، بس احنا عندنا الولاد بيكبروا بسرعة. بيكبروا بسرعة ايه؟ هما بلح. لا يا فندم، هو الاولاد هنا اصلهم عندهم انتماء رهيب للدار، فهم لما بيكبروا ما بيردوش يسيبوا الدار. يعني مثلا سعدون ده معانا في الدار من وهو عنده 5 سنين، لما كبر شغلناه هنا مدرس في الدار. 5 سنين؟ هي مش الدار دي بقى لها شهر؟ لا، ما احنا كنا شغالين اونلاين قبل كده. طيب يا اولاد مش عايزين اي حاجة؟ عايزين يناموا والله، اصلي حصة النوم بتاعتهم واجب، 3 العصر بينام. وبيصحوا الساعة كام؟ 4 الفجر على توقيت كندا، في نظام. طيب استاذن انا، فرصة سعيدة. اتفضل يا فندم. صاحبك السلامة. مع السلامة يا فندم. السلامة. هاتوا لي الواد ده. هاتوه عصفورة. وبعدين انتوا اللي اسمها نسرين دي هتفضل رشقلنا في البيت؟ يعني ايه ملهاش حل خالص؟ يا ريت رشقة في البيت بس، دي اتنيلت رشقت معانا في اللعب كمان. طب ما تتصرف. تصرف ايه؟ مش دي شرطك؟ هات ال 8 مليون جنيه خليني اغورها من هنا. طب ما تمضي لها على شكل لحد ما تلعب وتكسب وتجمع الفلوس وتخليها تغور في 60 داهيه اللزقه اللزقه دي. ملزقه قوي وبلدي قوي. ها هتفضلوا ترغوا كتير كده؟ فاتحين التلفزيون ليه لما انتوا هتقعدوا ترغوا؟ وبعدين ما تفسح كده شويه بدل ما انت قاعد بلع الكنبه. كشفت على حياتي. ما تفسح؟ انت اصلا منين؟ مفيش دعوه. ايه مش ناوي تقوم تفتح؟ ما تهزها وتقوم تتنايل تفتح. مش انت راجل البيت ولا على رجليك نقش الحنه؟ اهزها؟ هو انت منين بجد؟ انا قصدي على رجلك. قوم هزها وقوم اتنايل افتح. اه رجلي ماشي، مفيش مشكله. انا ملاحظ ان سنين كده ان في تغيير مفاجئ غير منطقي سلبي في علاقتنا. هو يعني انت لسه هتبرتم؟ قوم اتنايل افتح. حاضر اهزها. ايه يا ابني الهبل ده؟ احنا عيال صغيرة اه، بس مش لدرجة ان احنا نرن الجرس ونجري. انت اللي رنيت الجرس وجريت، اكيد مش انا يعني. هو انا يا ابني فاضي العبط بتاعك ده؟ انا متجوز 2 يا حبيبي، منهم واحد بلطجي جوه. يا عم ايه ده؟ دي تقيلة قوي. ايه الشنطة دي يا ويسو؟ مش عارف يا ايسو، لقيتها قدام الباب. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ هي اللعبة اتلخبطت ولا ايه؟ بعتها لي المكسب قبل ما العب؟ يطلعوا كام دول؟ يطلعوا كتير هبل. يا مساء الانوار على الحلوين الشطار، اهلا بالعضوة الجديدة نسرين. يلا نكمل لعب كده اوام اوام واحنا سخنين. وصل لكل واحد فيكم شنطه فيها 7 مليون جنيه. اهدوا بقى وخشوا ناموا، ومن 10 الصبح معاكم 36 ساعه تصرفوا ال 7 مليون جنيه دول، بس بشرطين. الشرط الاول ممنوع تشتري بيهم اي حاجه او تتبرع بيهم، والشرط الثاني اي حاجه هتصرف فيها الفلوس تسلمني بيها فاتوره، والجايزه هتبقى ولا اقول لكم خلوها مفاجاه. شاو. مفاجاه؟ هو في مفاجاه احسن من دي؟ احنا باص يا فنديه، احنا خلاص خسرنا المهمه دي. خسرنا ايه يا سعدون؟ احنا لسه لعبنا. احنا مش لازم نلعب اصلا. يعني ايه مش لازم نلعب اصلا؟ هناكل بالملايين دي ونلعب نبقى هبل. احنا هناخدها ونمشي نجري نهرب. نهرب ايه؟ انت فاكر نفسك انصح من اللعبه؟ ده يلفنا احنا الثلاثه في سجاره وما يشربهاش. اتكلم عن نفسك يا مازو. بص يا مازو، احنا لو فضلنا نلعب طول عمرنا مش ممكن هنكسب مبلغ زي ده، فاحنا ناخده ونعتبره ماتش اعتزالنا. صح، على راي شوشت او مكافاه نهايه الخدمه. لا انتوا واضح بقى ان انتوا لسه ما تعرفوش مازو. مازو اللعبه عنده اهم من ملايين الدنيا. ما الملايين اهي. يا سوزج يا سوزج يا اللي بتبصوا تحت رجليكم في دماغكم كده، لما اللعبه تدينا 7 مليون جنيه عشان نفرتكهم ونلعب بيهم، امال لما نكسب هتدينا كام؟ ده مش اقل من 20 مليون. صراحه عندك حق،
انت ايه معاهم معاهم عليهم عليهم مفيش مبدا. بقولك احنا خلينا في المضمون وناخد الفلوس نفرتكها وبلاش نلعب. بقولك يا سعدون انا مش عايز فتنه في الفرقه، اللي اقوله يتنفذ. ركزوا معايا ان احنا نصرف السبع مليون جنيه وساعتها هنتنغنغ فلوس. في ايه؟ في حاجه؟ في ايه؟ يا شيمو تشربوا حاجه يا مازو؟ لا يا حبيبتي احنا شاربين وكفايه، ادخلي انت جوه. امال ايه الشنطه دي يا مازو؟ دي 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 دي, دي شنطه شوشو. اصل انا اتخانقت مع بسبوسه ولميت كل حاجتي في الشنطه دي. كل حاجتك في الشنطه دي؟ بواريكك وفساتينك وغيارات بولي كلها في الشنطه دي؟ طب هات اما عندي لا شيلها لي جوه. لا فيها هدوم جوانيه بتاع الست بتاع الست. اوي اوي انا هاخدها واطلع. شوشو شنطه ايه اللي تاخديها؟ اطلعي بيتك معززه مكرمه تصالحي مع بسيوني وانا هطلع لك الشنطه تقيله عليك. لا انا هطلع لها الشنطه زي اختي الصغيره. روح وصلها. هطلع لها. روح وصلها الشنطه. يلا باي باي. يلا يلا يا شوشيت. مع السلامه. باي باي. يلا اتفضلي اتفضلي. اه يا موزو سبعة مليون. سبعة مليون ايه؟ سبعة مليون مره تتخانق مع بسبوسة وتنزل تغضب هنا عندنا. اه صح. تشرب حاجة؟ لا حبيبتي شربت. هرشانة بنت اللقين.